مرحبا والسلام عليكم من مطبخي مطبخ فتافيتو كيتشن. اليوم رح نحكي عن الزعتر الأخضر. كتير اجتني أسئلة على الخاص وعلى صفحتي وعلى بروفايلي، الكل بيسأل إنه الزعتر الأخضر بيتفرز ولا لا. رح نحكي اليوم باستفاضة عن الزعتر الأخضر وموسمه، كيف بننظفه وكيف بنحفظه وكيف بنستعمله، بيتفرز ولا لا. بتمنى انه المعلومات اللي حقدمها اليوم تكون مفيدة وتنفع كل سيدة ببيتها، وانها تستفيد من كل الوصفات اللي راح نقدمها دائما لكم باستمرار. اولا راح نحكي عن الزعتر وفوائده على السريع. الزعتر نبات عشبي معمر، ورقته مخملية مثل ما انتم شايفين، هيها بتحسوا انه عليها ملمس مثل القطن او عليها زغب. طبعا اصبح الان الزعتر متوفر طول السنة، ولكن الزعتر الشتوي اطيب من الزعتر الصيفي، وهي عن تجربة. بس ما في يعني هذا ما يمنع انه متى ما توفر الزعتر وانت حابة انك تستعمليه انك تستعمليه، ولكن هاي بس الفروقات اللي بين الزعتر اللي بيزرع بالصيف او بيزرع بالشتاء. طبعا نحن مقبلين على موسم الشتاء، والزعتر صراحة يعني صيدلية كاملة موجودة بالبيت عندك. طريقة الغسل تاعته، الباقة هاي نظيفة مثل ما انتم شايفين، يعني ما فيها اوساخ ولا اتربة. فيفضل انه انا بس بقص القسم هذا اللي هو الناشف هذا، وباخذ الاعواد اللي كلها الورق الاخضر هذا وبغسلها بالاعواد. هي افضل طريقة حتى انه ورقة الزعتر تنشف على العود تاعها، فبتحتفظ بالطعم وبيكون طعمها اقوى. ولكن اذا انت جبتي باقة من الزعتر وشفتي انها يعني فيها اوراق صفراء او سوداء او شيء، لا، بدك انك تنقبي الزعتر ورقة ورقة. في حال انك انت هتغسليه بالاعواد او بعد ما نقبتيه ورقه ورقه، حتغسليه بماء بارد. ماء بارد هنغسله اكثر من مره ونتركه يتنقع شوي، لانه بيكون صراحه يعني معبى اتربه وغبار، فحتى نتاكد انه كل الاتربه اللي فيه والاوساخ تخلصنا منها. ورجاء اثناء الغسل ما في داعي نضغط عليه، لانه لما بنضغط عليه بنطلع الزيوت الطياره الموجوده فيه وبنساعد على اسوداده بشكل سريع. انا هون غسلت الزعتر بالمي البارد، غسلته منيح. وطبعا يعني طول ما نحن هيك ماشيين كل ما بنلاقي بصدفنا ورقة يعني صفراء او غير جيدة بنستبعدها. راح اتركه يتنقع شوي، لو تلاحظوا يعني ظهر الورقة جاي على اللون السكني المفضض، والوجه أخضر رائع. الزعتر رائع، الزعتر رائع خاصة من فصل الشتاء اللي عندهم أزمات صدرية، اللي بيسعلوا كتير. يعني هو حتى ورقة الزعتر لما بناكلها هيك خضرة فيها طعم لاذع، على طعم بحرق مثل الفلفل الأسود، وطعم على مرورة. طبعا هاي كلها مضادات للأكسدة ومحاربات للفطريات وللالتهابات، فكل هاي الشغلات هاي بتكون يعني طبية وصحية، فما تتضايقوا من الطعم هذا. وراح نقولكم على طريقة أثناء عمل الفطاير إنه كيف نتخلص من الطعم الحار اللي موجود بالزعتر، والشوي المرار اللي بيكون برضه موجود بالورق الزعتر. أنا هيك راح أتركه يتنقع شوي وأصفيه منيح، وبعد هيك بورجيكم الخطوة اللي بعد هيك. بعد ما غسلت الزعتر بالمي البارد مثل ما حكيت، وما عصرته أبدا، كنت بس أحركه بهدوء ولطف، لأنه تعصير الزعتر أثناء الغسيل بيعرضه للفساد السريع والإسوداد. وأنا زي ما حكيت لكم الباقة هاي لقيتها نظيفة، فما حبيت إنه أنقب الورق، ولكن في ستات بيحبوا بيستسهلوا إنه ينقبوا الورق، ما في مشكلة. غسلته أنا الوعاء هذا، أنا عندي في مصفاي، راح أتركه شوي هيها
راح اتركه شوي يتصفى عليه، اللي هي اللي بتكون المي لسه يعني موجوده فيه بكثره، راح اتركه شي نص ساعه. بعد النص ساعه بجيب اي صحن عندي بس طبعا اكبر من هاد، وبجيب فوطه مطبخ، وباخذ الزعتر وبحطه على شكل يعني يعني هيك مسطح، يعني بفردهم طبعا بصحن اكبر من هيك بيفضل، انا بس عشان التصوير بفرد وباخذ الزعتر. طبعا لو عندي غرفة وفيها مروحة بشغل المروحة، بس مش مباشرة عليه، يعني هيك تخفف شوي من المي، وتعمل على تسريع تجفيف الزعتر. ولكن انت بتقدري تحطي الزعتر بالشكل هذا بأي غرفة فيها شباك، بس بعيد عن أشعة الشمس، لأنه الشمس بتخلي الزعتر كمان يسود. في سيدات بيعملوه على شكل أكوام، ولا يفضل أبدا لأنه ممكن يتعفن، فأنت بتضلك إيدك فيه بتتركيه يومين ثلاثة أربعة أسبوع، ضلك تقلبي فيه كل يوم بتقلبي فيه حتى تضمني إنه الهواء يستمر فيه وينشفه من جميع الاتجاهات. وبعد ما يجف تماما مثل النعناع الأخضر، بعد ما يجف تماما بتمسكي عود وبتسحبيه وبتحطيه في قلب برطمان زجاجي أو مثلا برطمان بلاستيكي بس من نوعية جيدة، وبيضل عندك من السنة للسنة. هاي في حالة لو بدك تحفظيه بالأعواد، ولكن اللي بتحب تنقبه زي الملوخية ورقة ورقة يفضل إنها تستعمل النشافة. هاي بتحط الورق هون وبتستعمل النشافة، هاي صراحة رائعة كمان، بتساعد على تجفيف الزعتر بشكل أسرع وأفضل. وهلأ بورجيكم كيف. أنا حطيت هون الزعتر، هيو رح نفترض إنه منقب، يعني أنا بس قصقصته شوي بالمقص، رح نفترض إنه نقبناه يعني هيك. وأسهل طريقة إنه بتمسكي من العود من الوسط، لأنه من فوق ممكن ينزع معك، وبتسحبي هيك فبيطلع العود نظيفة بشكل سهل. بعدين هدول إنها وردة بتعمليها هيك، أوكي بس خلص بنحطهم هون. رح نفترض إنه نحن نقبناهم كلهم بنفس الأسلوب وبنفس الطريقة، أوكي. بعدين بنحط الغطاء، بنسكر وبنلف. بشوف انه نزل المي، نعم يعني ما بدنا نستهين بالمي، هاي بتسود الزعتر. لو تلاحظوا عن جد ناشف. انا بتركه اهوي زي ما حكيت لكم على قطعه فوطة مطبخ او على شرشف كبير، وبنفرده على طول السفره، وبنضلنا كل يوم نقلب فيه لحتى يجف تماما ويصير ناشف. انا راح بس اورجيكم مثل النعنع هذا، راح نعتبر انه النعنع هذا هو زي الزعتر نفس الشيء. بتمسك العوده بعد ما بتنشف وبس بتسحبيها هيك سحب بهدوء، بيطلع معاكي سواء نعنع او زعتر نفس الشيء، بيطلع بسهوله. بتحتفظ فيه برطمان زجاجي زي ما حكيت او بلاستيكي، وبيكون عندك طول السنة تفركي منه على البيتزا، تعملي منه، ولو حبيتي تعملي منه فطاير بتاخديه وهو مجفف بتنقعيه بالمي فبيرجع طري وبيرجع اخضر، وبتقدر تستعمليه زي ما راح يذكر لاحقا في فيديو فطاير الزعتر. بنيجي هلأ لتجميد او تفريز ورق الزعتر الاخضر. نحن هون بعد ما غسلناه وجففناه من المي، ولكن حنتركه يوم او يومين. لازم انه امسك ورق الزعتر ولما امسكه هيك واضغط عليه خفيف ما احس بوجود مي على ايدي، يعني انا هون مبين بالكاميرا شوي انه لسه في شوي اتر من المي على ايدي. ما يفضل ابدا انه افرزه ويكون في مي نهائيا لانه راح يسود.
بتركه يوم او يومين على شرشف في غرفة هاوية ما في شمس عليه زي ما ذكرنا، لانه الشمس بتسوده. وبعدين بجيب اي اوعية بلاستيكية بس تكون يعني مخصصة لحفظ الطعام. الاوعية هاي ممتازة جدا، هي بلاستيك ولكن بلاستيك صحي. وبجيب ورق من دفتر رسم، دفتر رسم ابيض بقصقصه يعني تقريبا على قد الحافظه اللي بدي احط فيها الزعتر. بحط واحدة بقاع العلبه وببلش اعمل من الزعتر الاخضر طبقات طبقات، يعني اشي يعني شي سنتي هيك. بعد ما عملت طبقات برجع بحط ورقه وبعمل طبقات، وبضلني اعمل طبقات لحد ما اوصل لاخر طبقة من الزعتر. بحط عليها برضو ورقة بيضة، طبعا دفتر الرسم مش مطبوع عليه لانه بيتحمل الورق، هو ورق المطبخ ما في مشكلة، ولكن ورق الدفتر الرسم بيتحمل اكتر. وبس وبنسكر عليه، طبعا هاي الاغطية بتكون فيها ربر، بتكون محكمة الاغلاق وما بتدخل هواء، وبنحطه بالفريزر. عند الاستعمال بنطلعه وبيكون كتير مجمد وناشف، يا دوب بتفركيه بايدك وبتلاقيه على طول بكل سهولة صار جاهز للاستعمال. حبيت اورجيكم كيف الزعتر لما بيتفرز وبيطلع من الفريزر كيف بيصير مثل الازاز. ما تستغربوا في بعض البلورات لانه هذا صار له زمان عندي، صار له سنة ونص وصدقا بستعمله لحديت الان، وكأنه هلأ اللي جبته. فبمجرد ما اني اتركه باخد الكمشة اللي بدي اياها مثلا لسلطة لإشي، اما انه برش عليها ملح وبعصرها منيح بفرمها وبستعملها بحشوات او بسلطات، او ممكن انقعها بمي ما في مشكلة يعني بصير هيك، بس اذا بدي انقعها بمي بارد. ولكن هي طالعة من الفريزر بس يكفي رشة ملح خفيف وبعصرها بفرمها وبستعملها. بتمنى تكون حلقة الزعتر الأخضر من أول ما جبناه وكيف عرفنا إن ننظفه ونغسله ونجففه ونفرزه تكون نالت إعجابكم. بستنى منكم مشاركات على صفحتي فتافيتو، تشوفوا هالفيديو وتطبقوه، وأهلا وسهلا فيكم. أي استفسار أنا جاهزة، وإن شاء الله بالفيديوهات القادمة إن شاء الله بنعملكم كل الأشياء اللي بتطلبوها. لا تنسوا تعملوا لنا سبسكرايب او اشتراك على اليوتيوب حتى يصلكم كل جديد. ان شاء الله تكون المعلومات واضحة، وبستنى منكم تعليقاتكم واي استفسار كمان مرة انا جاهزة. اهلا وسهلا فيكم وصحتين والف عافية.